يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ابن تيمية رحمه الله ذكر النقل عن أبي يزيد ذكر النقل عن أبي يزيد البسطامي في أن استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، فهل له رحمه الله مقصد في النقل عن البسطامي بعينه ليرد على الصوفية وأضرابهم؟ الحق يقبل ممن جاء به، الحق يقبل ممن جاء به. البسطامي قال كلمة حق فيقبل. نعم.